دفت القتال الهجومية في غابات كريمينا تسلمتها روسيا على عكس أي مكان آخر على الجبهتين الشرقية والجنوبية، واحدة من أشد المعارك تدور في منطقة الغابات غربية كريمينا في إقليم لوهانسك، علما بأن المدينة واقعة تحت سيطرة الروس. فالأوكرانيون يحاولون الدفاع عن رقعة من الغابات هنا على الجبهة الشرقية، غير أن المهاجمين الروس ولستة أيام متواصلة هاجموا بكثافة مستخدمين قذائف الهاون المدفعية وقاذفات اللهب ونيران الدبابات بحلول اليوم السادس. وفق الأوكرانيين تناثرت الجثث في التضاريس المشتعلة ولم يبقى سوى حقل محترق وجذوع أشجار سوداء. أحد الجنود الأوكرانيين أكد صعوبة احتفاظ المشاة بالجبهة لأن القوات الروسية هاجمتهم بشدة دون غطاء مدفعي مناسب، ولفت إلى تقدم الروس ما يقارب 300 إلى 400 متر على الجانب الشمالي من هذه الغابة ضمن أحدث مساعيها للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية بأكملها، غير أن الجانبين يواجهان على الأرجح صعوبات في توجيه القصف المدفعي بدقة نظرا لأن الغابات تحجب الرؤية بالنسبة للمراقبة الجوية طبعا. كما أن الجانبين ينشران المشاة في مناطق الغابات، ما يعني مقاتلون سيسيرون على الأقدام ولمسافات قصيرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.